تعرف، كانت المجازفة بكل شيء مجدية، لقد أنقذتنا. وقد أثبتنا أنه عندما نوحد قوانا نستطيع فعل أي شيء. حان الوقت لتقديم مفاجأة خاصة للنينجا المشاكسين. لا أشعر بشيء. استعدنا صديقنا، حان الوقت لنكتشف الآن من لديه القوة الحقيقية. هيا عمل. كان المفروض أن يمنحه الخاتم قوة أكبر. هذا منطقي لي، على من يحصلون على الخاتم أن يوحدوا قواهم معا كما فعلنا. الخاتم لا يمنح قوة أكبر بثلاث مرات، بل دليل على أن توحيد القوى أهم وأكبر. مثلنا، عملنا معا. لا، خاتم قوة النينجا الخارقة. نتمتع بقوة أكبر بأربع مرات مع الآلي. يا محارب النينجا، أحضروا لي الخاتم. متأكد أنني سأجعله يعمل. لم أكن سعيدا هكذا عندما أرى شخصا يخرج من أسفل بلاطة حجرية. أظن أن علينا أن نعيد الكتب للمكتبة، نستطيع قراءتها بشكل أفضل غدا. وسنقرأ رحلتنا التالية في جبل الغموض لنحتف معا. نحن المقنعون، القنعون والناس لا يقنعون. ماذا؟ لدي خطوط القط الخارق. ماذا؟ ماذا حدث للتو؟ البلورة أعطتنا قوى جديدة وهي قوى مذهلة. والفضل يعود لي، العضو الجديد. سأنال منكم في المرة القادمة أيها المقنعون الصغار. هلا ارجع إلى هنا. زاحف لقد ذهب. أنا آسف، كنت لتصبح أفضل آليا مقنعا صغير. لا تتلقى. هل رأيتما؟ إنه يقاوم كي لا يتحكم به. يجب أن يكون في طريقنا حتى مع تحكم روميو به. أيها الآلي المقنع، هيا أيها المقنع انضم إلينا، حان وقت. إنه لا يفعل ما أريد. الحق به. أمرك سيدي.
أنا أيضاً أريد ألا يتم التحكم بي. أعملني بلطف. إلى المقر يا أصدقاء. هل أستطيع الهروب على الأقل؟ فقط إن قلت أرجوك. أرجوك. أنا آلي. أعلم، سأنال منكم أيها المقنعون، وأنت أيها الآلي الصغير، سنتواجه. مؤكد روميو، أيها الآلي المقنع، أهلا بك في الفريق. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مهلا، تبحث عن هذين؟ هيا بنا استيقظا، إنه وقت الأبطال. زاحف، قص علينا حكاية النوم. إنها فرصتنا، أمسكوا أيها الآلي. لا، أتركني. أثبت مكانك. هاي، أترك صديقنا وشأنه. سرعة القدم الخارقة. خذ هذا أيها الضخم الشرير. انظر ماذا جعلتني أفعل. آلي الصغير المسكين. هيا أنا الأب روميو. ليس الآن أيها الآلي، أنا أمارس الشر، أنزلني حالا. واو، تذكرتما الحركات الخارقة التي علمتكما إياها. بطلان أبطال خارقون. أريد اللعب بالآلة. لا، لا تلمسها. آلي سيء، آلي سيء. ولكن أولاً، من أنتما؟ الفتى القط، آخر مرة سألت. والبومة. هذه ليست محاولتي الأخيرة أيها المقنعون الصغار. انتظرني سيدي. عد للبيت أيها الفتى القط، وإلا سأخبر الجميع بشأنك أنت وسيد الغالي مياو. هيا إذن، لكن إن عبثت معه ستعبث معي أنا. وأنا وأنا أيضا. حقا؟ أراك لاحقاً. مع أنني لا أريد. أوقفهم أيها الآلي. نجحنا، والآن علينا أن نعكس آلية العمل. أوه، لين الصغير وجلسورث. أوه لا، لا. لكن أين السيد مياو؟ سيد مياو! محاربي النينجا، أنتم جاهزون! جاهزون لما؟ للعبة الكبيرة، الذي كان هذا التمرين لأجلها!
لتلوين مقركم وتدميره للأبد. أو لا، لديهم سيارة القط. حان وقت البطولة. أيها القط، استعمل سرعة القط لقطع طريقهم عند الشارع الرئيسي بينما يركض الزاحف نحو المقر الرئيسي. حان وقت إخراج الكمامة. زاحف، استعمل قوتك لصد التلوين اللاصق. فهم. عضلات الزاحف الخارقة. كفوا عن الوقوف كمجموعة من الأغبياء. إن لم تتمكنوا من اختراق البوابة فارموا من فوقها. الفتى القط، دافع بسرعة. زاحف، فعل التمويه. أيها الحمقى، أنا سأفعلها. المادة اللزجة قادمة. زاحف، قم بصدها. زاحف، آسفان، كان علينا أن ننصت لك. كلا، إنه خطأي، والآن روميو سوف يجعل لاينر يقوم بأمر مريع للمقر الرئيسي. حان وقت البطولة. إلى أين ستذهب؟ أعلى، سوف نسحقه بقوتك الزاحفة الضخمة. سينهار المقر. في الأعلى هنا يا صديقي. أنا آسف لاينر، كان علي التمسك بك، ولكن الآن سنكون كالأيام الخوالي. أتذكر أيامنا الجميلة في اللعب؟ كلا، التدمير من هذا الاتجاه. لا. إنها سحليات رائعة أليفة. هاي، أيمكن أن ألعب؟ وأنا أيضا. سرعة القط، لنلعب لعبة الالتقاط. لا، اجلس يا فتى، أضع سيدك. الآليون يكرهون الماء. سأنال منكم في المرة القادمة. وأنا أحبك أيضا لاينر واينلو. ونحن نحبك أيضا. أعتذر عما سبق. مهلا، أتريد حلوى؟ فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس يعرفون. لن يشتت شيء انتباهي. كد أن تصيبني سيدي. توقف عن التذمر وساعدني بالإمساك بها. هيا أسرع قليلاً. لا يمكنك الإمساك بي. أمسكتني فعلاً. أمسك بالبومة، سأشتت انتباه روميو حتى يوقف الزاحف الساعة. لكن يا سيدي، لقد أمسكت بها. تتذمر مجدداً؟ الشيء المهم هو أننا أبطأنا حركة البومة. أمسك بي إن استطعت روميو. سرعة القط الخارقة. لا تشتت انتباهي، علي أن أخطئ حركة المدينة. أنت مجدداً؟ لن تشتت انتباهي هذه المرة. قفزة القط الخارقة. Thank you.
تأخرتم كثيراً أيها المقنعون، سأضرب المدينة كلها بأمواجي. ألا إنها حفلة أيها المقنعون. فلنستمتع. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ هاي، نجحت زاحف. كيف وصلت إلى هناك؟ ما زلت بطيئاً. قد أكون بطيئاً، لكن لأن انتباهي لم يتشتت تمكنت من الوصول بسرعة. طالما نتعاون معاً حان وقت البطولة. لا 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 بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلا، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك، حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى، انتهى وقت قضاء. ناولان الخرطوم فورا. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. أحضر الجهاز. لا، أيتها البومة، تولي السيطرة. حان وقت البطولة. هيا أيها القط، انطلق. واو، لقد نجحت على الأقل في إضحاكي. حصلت على المنصة. مسابقة الرقص في خطر الآن، وأنا سأحل المشكلة. لا يهمني مهما بدأت سخيفا. عليك المشاركة في برنامج هزلي. ما عليك أيها القط، كنت بحاجة إلى الاغتسال. سخيف أم لا، سأنفذ الحركة. الإعصار الدوار. نجحت. لننقذ المسابقة. ماذا؟ لا، عضلات الزاحف الخارقة. أنتم تفسدون علي وقتي باستمرار. أتعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك. اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. ذلك الزاحف لا يملك أي تأثير. حقا، سأنجح في المرة القادمة، سترى. نطحة محاربي نينجا القوية. 1، 2، 3. ماذا؟ أنا قوي بما يكفي. الزاحف محطم الصخور. لم تتحطم بعد. محاولة أخرى.
وضعها عند حد معين يصبح الوضع سخيفا. هل استخدام نينجا الليل لأعمدة الإنارة في ضرب الصخرة لم يكن سخيفا؟ وجدتها. سوف أحطمها وسترون، حتى وإن اضطررت لضربها بأقوى مبنى في المدينة. واحذروا ما هو. ها؟ ليس بمقرنا. ماذا لو تحطم؟ لن نكون المقنعين الصغار من دونه. لا يمكنك فعل ذلك يا نينجا الليل. ظننتك ستفهم أيها الزاحف، فقد حاولت تحطيم الصخرة أيضا. اقفزي. يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لا لا، تتجه نحونا الآن. لا تقفوا هكذا محدقين. كان ذلك هو شيكا. خرج النينجا عن السيطرة، وهذا كله بسببي. عضلات الزاحف الخارقة. كان يجب أن أطلب المساعدة، لكنني أردت أن أريكما بأنني أعرف أشياء عن البستنة رغم أنني لم ألتحق بالنادي. لا بأس أيتها البومة. ألديكما أفكار الآن؟ كلي أذان صاغية لكما. سأفكر سأفكر. هذه البذور منتشرة. أو إنها تطير بنفس اتجاه الرياح. مهلا، هذه الفكرة رائعة صديقي. إنها تطير باتجاه الرياح. علينا أن نجعل الرياح تهب بالاتجاه الصحيح. أعرف ما الحل، ولكن أحتاج إلى معلومات عن البستنة. ما الخطة؟ تعال معي، حان وقت البطولة. أنت مستعد؟ حان وقت عملية إطلاق الرياح. الفتى قد مستعد؟ مستعد. رياح البومة الخارقة. هاي بذوري. سخيفة. سيطرت على جميع البذور. حقا؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك. النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك أكيد. هل أعرف ذلك؟ كان ذنب زنبلونة ليس ذنبي. ما الأمر؟ أتريد سيارتك؟ تعال وخذها. سوف آتي، سأخذها. زاحف، اصطدمت بالمقر الرئيس. يبدو أنك حاصرتني. لا حلول تحت السيارة. لا، سيسقط. رياح البومة. حتما لم تتوقع أن أترك لوحي في المنزل، صحيح؟ قبضة الزاحف الخارقة. لا، المقر الرئيس. هل فعلت ذلك؟ أيها القط، لم يعد بإمكاني السيطرة عليه أكثر. اصمتي بومة، قادم. موجات القط الصوتية. أعتقد أنك ستلومني على ذلك. لا، علي التوقف عن لومك. هذا ليس ذنبك بل ذنبي. حان وقت البطولة، والأبطال يتحملون ذنب ما فعلوه ويصلحونه. عضلات الزاحف الخارقة. أنا
السبب في حصول لونا على سيارة كاميرون. تركتها خارجا طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. ها، يبدو أنك لست قائدة بارعة أيتها البومة. آه، محق، أنا لم أكن أفضل منه. الآن لمعات الصغار يحبونني وخسرنا العربة، هذا كله بسببي. لا بأس، أحب أنهم كانوا صغار البومة وكانوا فعلاً غاضبين من النينجا. لذا ربما سيساعدوننا، لكنهم سيساعدوننا في المهمة بدلاً من أن أستمتع أنا. حان وقت البطولة. توقف يا نينجا الليل، أعد تلك العربة. مستحيل، إنها لي الآن كحال محاربي نينجا، لن ينفذوا أوامرك بتاتاً. يا محاربي نينجا، أنا آسفة، آسفة فعلاً. لست قائدتكم، أريد مساعدتكم. أوه، كم هذا مؤسف. وفري علينا هذه القصة المحزنة أيتها البومة، لا تهتموا لكلامها، أنا قائدكم. ماذا؟ ماذا يحدث؟ الوزن ثقيل، اقفزوا جميعاً، الآن. مما تخافون؟ أنتم نينجا، ستكونون بخير، اقفزوا الآن. لا، يريدهم أن يقفزوا. علينا أن ننقذهم. أمسكت بك. أنت بخير؟ طبلي يمكنني القيادة أفضل منه. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة، لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ توقف يا محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبل لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء. لمستك، الحق بي. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ هيا بنا، حان وقت عملية الإنقاذ الرائعة. هيا. فقط انتظروا، هذا شيء جديد وهذه أفضل أفكاري على الإطلاق. استعملت شبكة من قبل. أوه، لكنكم لم تروا الأمر برمته حتى الآن. ماذا الآن؟ أجل.
لا يعجبني مجرى الأمور. سأقوم بإطلاقكم إلى مقركم الرئيس السخيف، ستلتصقون به وسأغطيكم بالمزيد من المادة اللاصقة، سوف تلتصقون هناك إلى الأبد. كل هذا بسبب ما كنا سنقع في مأزق لو لم أحاول القيام بعملية رائعة. هذا سيعرضنا جميعا لموقف عصيب. حان وقت البطولة. بسرعة زاحف، أبعدنا عن الكرة. عضلات الزاحف الخارقة. أجل، حان دورك الآن. هيا، وقت الطيران المذهل. لك ذلك، جناحي الخارقان. والآن لأفضل عملية إنقاذ، وسنفعل ذلك معا. هما الآن. هاي يا نينجا الليل، نحن قادمون. هذا مستحيل. ما رأيك أن تلعب البولينج معنا؟